Where's my snare? I have no snare in my headphones. Where's my snare? Hi. Hi زي. وانا ايه المطلوب مني يعني؟ وانا اجي معاكي بصفتي مين؟ تاخدي واحدة بقى من صحابك خلاص. بقولك ايه، انا مدربتكيش على ايدك ولا عملتلك اي حاجة اساسا، انتي مش قاصر وانتي فاهمة كويس اوي كنا بنعمل. انا ماليش دعوة بقى. ده اخر كلام عندي. بصي شوفي اخرك بقى واعملي، انا ماليش دعوه بيكي. Where's my snare? I have no snare in my headphones. Where's my snare? I have no snare in my headphones. Hi. Hi, Zay. وانا ايه المطلوب مني يعني؟ وانا اجي معاكي بصفتي مين؟ تاخدي واحدة بقى من صحابك خلاص. بقولك ايه، انا مدربتكيش على ايدك ولا عملتلك اي حاجة اساسا، انتي مش قاصر وانتي فاهمة كويس اوي كنا بنعمل. انا ماليش دعوة بقى. ده اخر كلام عندي. بصي شوفي اخرك بقى واعملي، انا ماليش دعوة بيكي. هو ايه رايك ان الحق حلو؟ الحق حلو الصراحه، حلو. لو عرف بعد كده ان كانت مع ولد تاني او شاب تاني هيبهدلها اكتر من الاول. لا، هو كله يعمل عمليه اليومين دول بالذات، والركي على الاهل طبعا. احنا يعني كمسلمين عموما، يعني اهم حاجه عندنا في ديننا الصراحه، دي حاجه احنا انا عن نفسي بحبها. الموضوع ده انا رافضه تماما، يعني الا في حاله واحده بقى، زي مثلا لو واحده اخطات مثلا قبل اي حاجه، قبل مثلا ما تعرف واحد او تتجوز وكده، وهي خلاص ما بينها وما بين ربنا نويت انها تتوب، دي بقى بترجع للشخص اللي هو ربنا طبعا اكيد هيكافئها بحاجه زي كده، ان هي كانت ماشيه مثلا مش كويس بعد كده تابت. فان الله لا يضيع اجر من احسن عمله طبعا. فبعد كده هي بقى تشوف بقى حياتها الجديده اللي ربنا كاتبها لها،
اما انا بالنسبه لموضوع غشاء البغرة اللي هو سؤالك، انا مش معاك. ما ينفعش تقول لجوزها كده، دي حاجه ما بينها وما بين ربنا بقى، وما بينها وما بيني. طالما هي قالت لي اتخبى على جوزها، بتاع الدين كمان بيقول كده ان هي ما تقولوش. انا جوزها مش هو هي خبت عليا؟ طب هو انا اعرف منين؟ عرف حصل وعرف حصل وعرفت بقى نكون منت. مش عارف والله، ركزي في الكلام ده. طبعا دي خيانه. تصرح. طب انت تفتكري ان هو هيقبل؟ لا يقبل، يقبل ما يقبلش، ما يقبل صراحه حلو. لا هو تقول له، ما هو معنى ان هي مش بارادتها يبقى اهلها عارفين والناس اللي حواليها كلهم عارفين. الشرف ان انا احترم نفسي. طالما غلطتي غلطه لازم اتحمل نتيجه غلطتي، لان بيبقى في شرط في عقد الزواج بيقول ان انا مثلا عندي حاجه معينه، ولو انا كذبت في عقد الزواج ده يبقى الزواج اصلا باطل. احنا كمجتمع شرقي بنرفض القصه دي تماما، يعني من وجهه نظري طبعا تقول للجوز. لو هو بقى متمسك بيها وشايف ان هي فعلا ندمت وعنده استعداد يسامحها على قصه زي كده، اوكي. بس انا من وجهه نظري ان القصه ديت بتطلب الصراحه، يعني انا عن نفسي لا. والله المفروض تبقى صريحه معايا، بحيث ان هي هو ممكن يقبل وهو ممكن ما يقبلش. انت ممكن تاخد واحده تكون عملت عمليه وتقول لك ان انا بنت وهي تطلع مش بنت، انت تعرف منين؟ بس اهم حاجه ان هي كانت صريحه معاك. والله هو غش، يعني انا شايف ان هو غش. سيدي خلي حلمنا ويعشر.